أمين درامشي سيد رئيس ديوان يتشرف أن يقدم هدية رمزية وما كانش مغلى منها العالم الوطني رئيسة الجمعية اللي شرفتنا بالحضور ووجدي معها يزيدنا شرف انكم موجودين معنا مع جمعياتنا كلها الولائيه المحليه اللي راح ترافقكم في هذه العمليه التضامنيه. نتمنى لكم كل خير، ربي يحفظكم، باسكو هذا عمل تطوعي بامتياز. احبابي ان شاء الله اقامه طيبه في البدايه هذه الميديا، وان شاء الله قبل نهايه المهمه تاعكم نشوفكم في الزوالي ان شاء الله حيز الوقت. نتمنى ان شاء الله النجاح. حنا الهدف تاعنا نربطوا خواصر التضامن والعلاقات ما بين كل ولايه الوطن والمجتمع تاعنا. الشكر جزيلا الجمعية المحترمة رجال الجمعية الأولى وعلى الأستاذة الشديدة الرئيسة الجمعية. في الحقيقة فوتنا أوقات ممتعة مع هذه الجمعية، ونشكرهم جزيل الشكر على هذه الالتفاتة القريبة في ولايتنا وهذه المبادرة، وقدمنا نشكرهم الشكر الجزيل، ونتمنى لهم التوفيق، ومرحبا بكم في جايين. سيد محمد عيسى رئيس الجمعية، خيرية للصحة والشؤون الاجتماعية، مكتب الميتيات. نقول لهم مرحبا بكم، داركم زيادة. داركم الزبده، ورانا هنا حتى تلافا، مرحبا بكم.
فرصته. وكملاتو ليلة القدر ما شاء الله. كرمها المجلس الولائي ولولاية يارد والوليد ولاية يارد. عندنا 19
شحال زرتوا من البلديه في ولايه نبض؟ كل يوم عندنا دو بايرا صباح دو بايرا العشاء. وش هي طبيعه المعدات التي سميتوها؟ طبيعه المعدات عندنا كراسي متحركه. الرياض قاعد في التصاعد وعندنا أفلام ما بنقدر على حسب الاحتياجات تاع الناس اللي تما في المنطقة الأفريقية. على كل حال الفيديو هذه تعطيكم تلخيص جديد الشيء اللي ندخلوا الدار هكا مغوزة فيها لازم ديكادير نخرجوها من الدار نشبحوا لها قاع الدار الأفريقية السرطان ونطلعوا الدار ونسحقوا الفوتين ونعطوهم وشربوا معها قهوة وروحوا اكسيتيرا اكسيتيرا الأفريشة الأفريشة. كنت منذ حين لما كنا نحتفل باليوم الوطني للكشاف قلت لكم أن المجتمع الجزائري يتميز عن غيره بقيم هذه أو المثال مثل أن الجمعية الوطنية جمعية جاءت من ولاية الجزائر العاصمة من دبلوات تجوب بولاية الوطن وحلت بولايتنا وهي مرحبة بها باسم سكان ولايتها وهذا تقوم بهذا العمل التضامني بصفة تلقائية بدون إعاز. إذن هذا هو الوالي هذا هو الشيء هذا هو ما كنت أود أن أقوله هذا هو المغزى من كلامي منذ حين لما قلت أن المجتمع نتاعنا يتميز عن غيره من المجتمعات بهذه القيم التي لا توجد إلا في مجتمعنا وها نحن أمام مثال حي من هذه القيم التي ينفرد بها مجتمعنا. الجزائر بألف خير. بألف خير طبعا. بألف خير. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مدني تحت رعاية السيد والي ولاية تيارت وتحت شعار كلنا عائلة واحدة من أجل ذوي الإعاقة قافلة تضامنية أسبوعية تحسيسية توعوية نظمتها جمعية أشخاص المعوقين الحركيين لبلدوات الدولة، فونسيون تاعها عندها المنطقة، العملية الجراحية تحتاج
ان شاء الله باذن الله. La séance de proximité. Ah ouais. Donc on a tout un côté.